انا احمد هاني بشتغل في شركه اسمها سمايلز انك. احنا شركه تكنولوجيكال سوليوشنز، انا بشتغل اكاونت اكزيكتيف. تمام، كلمنا عن الفكره بتاعت ريتش. الفكره كانت بدايتها ان الناس جايه مصر ضيوف، فهي اكتر حاجه بتفضل مع الناس هي الميموريز، الصور هي اكتر ميموري بتفضل مع الناس. فاحنا حبينا نعمل فكره الصور دي بس بطريقه مختلفه شويه، فعملنا للناس جيم زي ما هو باين ورايا. الجيم دي بس الناس بتبدا تلعب، تتسال اسئله كلها ريليتد بالفرعنه، الفرعنه والملوك المصريين، وبيزد على الاسئله دي وعداتا بيز اللي احنا جبناها بيقول للناس انت مين من الفرعنه القدام. يعني انت اني ملك او اني فرعون بالظبط كده، انت مين من الفرعنه، او انت كنت صفاتك زي صفات مين من الفرعنه. هم 10 اسئله الناس بتجاوب عليهم، مفيش طبعا صح وغلط، هو بيزد على الاجابه وبيزد على الداتا اللي احنا جبناها عن الفرعنه، بنقول لكل حد انت مين من الفرعنه. وبعد ما بيخلص اسئله بيطلع له الريزلت فيها الاسم الفيرو اللي هو زيه والصفات بتاعته، وبعد كده بيتصور صوره وتطبع له على كارد ياخدها معاه وهو مروح. تمام جدا، ممكن نشوف سامبل يعني مثال اولا اقول لي. طب قبل ما نشوف اقول لي انت ازاي جيتوا هنا، يعني ازاي جيتوا منتدى الشباب؟ هو في الشركه المنظمه لمنتدى الشباب، هما في الاصل هما كانوا من اللي جات الفكره من عندهم، واحنا مسؤولين عن التنفيذ للتنفيذ كامل للجيم وفكره التصوير والطباعه والكلام ده، وهما كلمونا وعرضوا علينا الفكره واشتغلنا مع بعض لحد ما الحمد لله طلعت بالشكل ده. I wish I should be Ramses. Which one? We have a lot of Ramses. The first and the second, the third. But this one is also one of the famous. Yeah. He's the famous one. Yeah. Tutankhamun is an important one. Yeah. Now I'm going back to my pyramid. From Malawi. Malawi, okay. Yeah. Let's see how much you know about pharaohs. Okay. Okay, yeah. الحمد لله طلعت بالشكل ده. جميل جدا، خلينا نشوف بس الناس يعني اكيد